السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا موضوعنا عن البرايمري والفورين كي. احنا قلنا البرايمري والفورين كي يتم استخدامها في موضوع العلاقات بين الجداول. طبعا هي فكرتها انه يحقق لك الريفرنشال انتجريتي، اضافة الى ذلك انه يحمي البيانات بين تيبلين مختلفين. انا عندي تيبل مثل ما قلت، فيحمي البيانات الموجودة بهذا التيبل وبهذا التيبل. الجميل انه انت عندك هنا primary key، هذا الكي الاساسي اللي موجود في تيبل الامبلوي، وفي عندك ايضا الفورين كي. طيب شلون يقوم بحمايتهم؟ العلاقة اللي احنا نعملها بين التيبلين، هذا التيبل اذا له علاقة بهذا التيبل، فاحنا ناخذ الشيء المشترك او المتشابه، او نخلق شيء مشترك بين هالتيبلين. على سبيل المثال الاي دي، فراح يكون بيناتهم علاقة على اساس الاي دي. الاي دي الاساسي اللي موجود في التيبل الاول اللي هو employees، مثلا marketing.employees، هذا جزء من هذا التيبل فيكون primary. هذا التيبل نريد نعمله علاقة مع هذا، فلذلك راح ناخذ هذا ونجي نعرفه بكولوم في داخل التيبل الثاني، هذا راح يكون اسمه فورين كي. فهذا النوع من العلاقات نسميها بالبرايمري فورين كي ريليشن شيب. فكل مفتاح، كل اي دي موجود هنا له علاقه بالتيبل الثاني. لما نجي نقول البرايمري كي اي دي هنا موجود، راح يتاكد انه كل الرو اللي موجوده هنا 1 2 3 4 يجب ان لا تكون مكرره، يعني دائما تكون يونيك بدون تكرار. إضافة إلى ذلك البرايمري كي لا يقبل النول. بالنسبة للفورين كي اللي هو نفس قيم البرايمري كي راح تكون، واللي هو دلالة على أنه هذا التيبل له علاقة بهذا التيبل، الفورين كي القيم الموجودة في الفورين كي لازم تكون مشابهة بل طبق الأصل من البرايمري كي، حتى يقدر عن طريقه يعرف أنه محمد عيسى ساكن في كركوك وأيضا ساكن في أربيل عن طريق الاي دي 11 أو بغداد عفوا. فإذا القيم هي نفس القيم الموجودة في البرايمري كي، واللي هي تكون مؤشرة لمن؟ للجدول الأساسي. الجميل كحماية بيانات، من قلنا أنه يحمي البيانات مالتنا، الجميل أنه إحنا ما نقدر نحذف الفورين كي. ليش؟ لأنه ما راح يقبل، راح يقول لك هذا إلى علاقة بتيبل آخر، فلازم نحذف التيبل الأساسي بعدين نحذف التيبل الفرعي. هذا النوع من الحماية يوفر لك إياها. إضافة إلى ذلك لما نجي نعمل تحديث معين، فهذا التحديث نقدر نستدل عن طريق الفورين كي. لما أريد أغير التيبل أعمل له أبديت للفيرست نيم واللاست نيم والسيتي، هذا سهل لأن هو موجود في التيبل نفسه، لكن هذا كيف راح يعرفه؟ عن طريق الفورين كي. فإذا البرايمري والفورين كي، الفورين كي مكون أيضا يونيك القيم مالته، واللي هي مشتقة أصلا من من؟ من البرايمري كي. طبعا هنا راح تسأل هل ممكن أنه يحتوي على نول؟ نعم ممكن يحتوي على نول، بس لكن نول واحدة فقط، لأن مثل ما قلنا هذا راح يكون يونيك. من يكون يونيك يعني ما يتكرر، فما معقول أنه يكون فيها أكثر من نول، نول واحدة فقط راح يكون فيها. فهاي الفكرة من وجود الفورين كي والبرايمري كي. البرايمري يكون يونيك، والفورين كي راح يتم ايضا اضافتها بل خلقها في داخل التيبل الثاني اللي انت تريد تعمله علاقة مع التيبل الاساسي. زين، اضافة الكونسترينت كيف راح يكون؟ احنا قلنا من نريد نضيف كونسترينت كبرايمري او يونيك او فورين كي، ذولا ممكن نضيفهم عن طريق يا اما انشاء، يا اما عن طريق الكرييت، يا اما عن طريق التعديل اللي هو الالتر. فبطريقتين تقدر تعملهم، تقدر تعملها يا اما بالستيتمنت اللي هو الكرييت، يا اما بالستيتمنت اللي هو الالتر، لكن هذا الشيء راح يكون بالدرس القادم. لهنا اقول لكم مع السلامه.